حطها في الزبدة. في إطار مكافحة الجريمة المنظمة بمختلف أشكالها عبر إقليم اختصاص المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببومرداس، على إثر معلومات واردة لأفراد فرقة الأبحاث للدرك الوطني بخميس الخشنة مفادها وجود شاحنة قادمة من ولاية باتنا باتجاه الجزائر العاصمة على متنها كمية من الأقراص المهلوسة، على الفور تم تشكيل دورية لعناصر الفرقة المحلية تحت إشراف قائد الكتيبة ووضع نقاط مراقبة عبر الطريق السيار شرق غرب، حيث تم توقيف شاحنة نوع سوناكوم ب 260، وبعد التفتيش الدقيق لها أسفرت العملية على ضبط كمية معتبرة من الأقراص المهلوسة تقدر ب 14308 قرص مهلوس نوع بريغابارين 300 ميليغرام مخبأة بإحكام داخل العجلة الاحتياطية للشاحنة، وعليه تم توقيف 3 أشخاص واقتيادهم إلى مقر الفرقة الإقليمية من أجل استكمال التحقيق وتقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة إقليمياً.